يحدث جفاف الفم واللسان والحلق عادة عندما يقل إفراز اللعاب من الغدد اللعابية في الفم، ويمكن لهذه الحالة أن تسبب إزعاجا للمريض وأن تعيق النطق والبلغ، وقد تؤدي إلى الإصابة برائحة الفم الكريهة وتقلل من نظافة الفم. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن أهم أسباب جفاف الفم والحلق واللسان وكيفية الوقاية منه. أولاً، الأدوية. تؤدي مئات الأدوية بما في ذلك العديد من الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية إلى الإصابة بفم جاف كأحد الأعراض الجانبية، وتعد الأدوية السبب الأكثر شيوعاً بشكل عام. ومن هذه الأدوية أدوية الاكتئاب والقلق، أدوية ضغط الدم، مضادات الهيستامين، ومسكنات الألم. ثانياً، قلة السوائل. يعتبر عدم شرب كميات كافية من الماء من أهم أسباب جفاف الفم واللسان، ويحدث عندما يفقد الجسم السوائل دون تعويض لأسباب منها الاستفراغ والتعرق الشديد والإسهال وعدم شرب سوائل كافية، إذ يصاب الجسم بالجفاف مما يقلل إفراز اللعاب. ثالثاً، التنفس من الفم. يتنفس بعض الأشخاص من الفم أثناء الليل لأسباب منها انسداد الأنف والنوم والفم مفتوح، وهذه من أبرز أسباب جفاف الفم واللسان والحلق. رابعاً، السكري. إن جفاف الفم من الأعراض الشائعة لمرض السكري، إذ إن المستويات المرتفعة من السكر في الدم قد تؤثر على إنتاج اللعاب مما يؤدي إلى جفاف الفم. خامساً، التقدم بالعمر. يعاني العديد من كبار السن من جفاف الفم واللسان والحلق كلما تقدموا في العمر. تتضمن العوامل المساهمة في الإصابة استخدام بعض الأدوية وتغييرات في قدرة الجسم على معالجة الأدوية والتغذية غير الملائمة والمعاناة بمشكلات صحية لفترة طويلة. في النهاية، يتطلب علاج جفاف الفم في المقام الأول معالجة الأمراض المسببة للحالة، ولكن يمكن التخفيف من جفاف الفم واللسان والحلق من خلال بعض الوسائل المنزلية وتغيير بعض العادات. وتتضمن الأساليب المنزلية للتخفيف من جفاف الفم رشف الماء بشكل متكرر أو تناول المشروبات الخالية من السكر أثناء النهار وشرب الماء مع الوجبات لتسهيل المضغ والبلغ. التقليل من تناول الأغذية المالحة وعدم الإكثار من الملح في الطعام. تجنب تناول بعض المواد مثل الأطعمة والمشروبات الحمضية والحارة والمالحة والجافة والسكرية والكحول والكافيين والمشروبات الغازية والتدخين.